أهلا بكم. افتتح في منطقة عنجرة بمحافظة عجلون بيت الشباب الجديد للأيتام، والذي تشرف عليه رهبانية الكلمة المتجسد، بالإضافة إلى تدشين قاعة للرعية، وذلك برعاية المطران ويليام الشوملي وحضور وزيرة التنمية الاجتماعية هالة لطوف. التفاصيل في التقرير التالي. مريم العذراء أم الرجاء، عنوان بيت الشباب التابع لدير سيدة الجبل في منطقة عنجرة بمحافظة عجلون. هذا المكان الذي يأوي عددا من الشباب الأيتام الذين لم يجدوا مكانا يلتجئون إليه، فكان هو ملجأهم وأمانهم. فقد افتتح سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية هالة بسيسو لطوف ومسؤولي المحافظة وجمع من الآباء الكهنة والراهبات وأبناء الرعية بيت الشباب الجديد للأيتام. ورحب الأب سليمان شوباش راعي كنيسة القديس جورج الشهيد اللاتين في إربد بجميع الحاضرين، ومباركا لهذا المشروع الذي كان أساسه الحب وأهدافا نبيلة لإعالة الأيتام مسلمين ومسيحيين. مشروعنا في هذا اليوم في عنجرة هو إنجاز، ولكن لا يقاس هذا الإنجاز لا بميزانيته ولا بعدد طوابقه ولا بمساحته المربعة، يقاس فقط بالحب الذي عمل به. لذلك نحن نفخر اليوم أن نقول أن هذا المشروع الذي خلفي هو مشروع حب مشترك بين أبناء رعايانا ومؤسساتنا المختلفة، مسيحية كانت أو إسلامية. وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية أن الحكومة الأردنية تولي الأطفال والأيتام جل اهتمامها من خلال البرامج التي تقدم لهم تعليميا وصحيا وإيوائيا، باعتبارهم الجيل الواعد والقادر على بناء مستقبل الوطن ونهضته، مبينة أن افتتاح هذا البيت للشباب والشابات الذين ضاقت بهم الحياة يعد لبنة جديدة تضاف إلى الجهود الكبيرة التي يقدمها أهل الخير من مختلف الجهات، داعية الجميع ليكونوا نموذجا في العطاء والإخاء والمحبة. احنا اليوم مسرورين بوجودنا باحتفال بفتح بيت الأطفال وكمان بيت سيدة الرجاء ستنا مريم، وباعتقادي أنه هذا كتير مهم وبأكد على أهمية تكافل جميع فئات المجتمع. توجيهات سيدنا دائما واضحة أنه الكل بساند، وخاصة فئة الأطفال، وخاصة فئة الأطفال المحرومة من الرعاية الأسرية لها كل الدعم. إحنا وزارة التنمية هاي الفئة هي من ضمن مسؤولياتنا، ومدعم بالترخيص، مدعم بالخدمات، وكمان إحنا حابين نجرب بعض البرامج الجديدة مثل أسر البديلة رعاية الأيتام، إن شاء الله ناقشناها ونقدر نطبقها مع بعض مع الدار. وعبر المطران الشوملي عن سعادته بإتمام هذا المشروع، مقدما الشكر لكافة الداعمين الذين ساهموا في إخراج بيت الشباب في عنجرة إلى حيز الوجود، مشددا في كلمته على قيم التسامح والعيش المشترك التي ينعم بها الشعب الأردني في ظل قيادته الهاشمية الحكيمة. نحن اليوم في الصرح الإنساني الكبير الذي دشنا بحضور معالي وزيرة التنمية الاجتماعية في الأردن وبحضور المانحين والمتبرعين لبيت الأطفال الذي يسمى بيت الرجاء. يشرف على هذا المكان رهبان وراهبات الكلمة المتجسد، معظمهم من الأرجنتين، هم أصحاب الفكرة والمبادرة. نحن كبطريركية لاتينية شجعنا المشروع، أسهمنا فيه جزئيا، لكن تولدت جمعية محلية بالإضافة إلى المتبرعين من الخارج، جمعية محلية ليدعموا ليس فقط البناء ولكن الحياة اليومية بكافة احتياجاتها ومصاريفها. كلمة واحدة، هذا البيت، هذا المكان يعتمد على العناية الربانية، وهذا يذكرنا بقول السيد المسيح: انظر إلى طيور السماء إنها لا تزرع ولا تحصد، وأبوكم السماوي يقوتها، أفلستم أنتم أفضل منها؟ نعم، هؤلاء الأطفال أفضل من طيور السماء،
وربنا من خلال المانحين الأسخياء يهتم بهؤلاء الصغار. وقال الأب هوغو راعي كنيسة سيدة الجبل الذي أشرف على التبرعات والبناء: أشكر العناية الإلهية التي تهتم بهذه المؤسسة، إننا لسنا وحيدين أبداً، بل هناك اهتمام متواصل من قبل جهات كثيرة حكومية ومانحة. هذا مشروع طبعاً ليش بيانجرة؟ لأنه بيانجرة بيكون المزار سيدة الجبل، وأنا توكلي شيء بيكون هذا محبة بيكون للدين، إما بيكون مسيحية طبعاً وإسلام، لازم يبين بالأفعال. لذلك إحنا قررنا فضلنا بيكون في هذا مكان بيانجرة مريم أم الرجاء. طبعا أنا كثير مبسوط سألتني لو أنا مبسوط. طبعا لأنه ليس فقط علشان وصلنا على هذا الشيء، علشان الناس شاركوا بأمور لهذا الشيء كثير كويس بطريقة كثير حلو، كثير ناس ساعدونا، مستحيل كان إحنا نسوي هذا الشيء لحالنا، وصلنا مع بعض في عنجرة. إحنا من عشرات السنين وإحنا بنحلم إنه يكون عندنا هيك مبنى. أجوا خوارن كثير هون وحاولنا نبني المبنى ونساهم فيه، بس للأسف كان في صعوبات كثيرة واجهتنا، ولكن بهمة رهبانية الكلمة المتجسد بقيادة أبونا هوغو وأبونا يوسف الحمد لله أبرزنا هذا المبنى إلى حيز الوجود. لن تكونوا ملكوت السماء.